سنذهب توني إلى موضوعنا الاقتصادي لليوم، حيث نشر موقع بلومبرج نهاية عام 2017 قائمة بالدول التي قد تتخلف عن سداد ديونها، وضمت 4 بلدان عربية على رأسها لبنان، مصر، ثم البحرين، بالإضافة إلى تونس. وناقش الموقع إمكانية إفلاس هذه الدول عام 2018. هذه الإمكانية لم تحدث حتى الآن، على الأقل على الظاهر. فما مدى صحة هذه الأخبار وعلى ماذا ترتكز؟ يجيبنا الصحفي الاقتصادي خالد أبو شقرة. صباح النور. هلا خالد. يعني الشائع لدى عامة الناس أن تفلس شركة تجارية أو مؤسسة صناعية، ولكن يفلس بلد، ماذا يعني إفلاس البلد؟ قد يكون إفلاس البلد شبيه بإفلاس الشركات، لكن على مستوى أكبر بكثير. إفلاس البلد يحصل في حالة واحدة، عندما يتخلف البلد عن سداد ديونه، سواء كانت هذه الديون هي للداخل أم للخارج. عندما يتخلف هذا البلد عن سداد ديونه ويعجز عن استيراد ما يحتاجه من بضائع وسلع للخارج وتأمين هذه الأموال للاستيراد، عندها يقع في فخ الإفلاس. طبعا الإفلاس قد يكون غريب، إفلاس الدول قد تكون ظاهرة غريبة، إلا أنها تحدث بشكل كبير جدا، وقد حدثت مؤخرا بالعديد من الدول وبدول كبيرة جدا. خليني أعطي مثال عن روسيا سنة 1998، قد يكون من أكثر الدول التي هز إفلاسها العالم. والغريب والمفارقة في الموضوع أن الرئيس بوريس يلتسن في تلك الفترة قبل 3 أيام من انهيار سعر صرف الروبل العملة الروسية، طمأن بأن ليس هناك من مشكلة في البلد وأن هناك مسيطرين على الوضع الاقتصادي. هي لدى انتقالها من دولة شيوعية إلى رأسمالية. صحيح صحيح بطبيعة الحال. تبعتها الأرجنتين عام 2001 كذلك الأمر، تخلفت عن سداد ديونها بمقدار 132 مليار دولار. وفي القريب العاجل هناك مثالين، هناك اليونان وهناك قبرص. قبرص في العام 2015 والتي أعلن إفلاسها، واضطرت الدولة إلى اتخاذ إجراءات قاسية جدا لحماية الاقتصاد بطبيعة الحال. طيب خالد، يعني الدولة تستدين من البنك الدولي أو من جهات متعددة، ويعني إحدى الأمور التي ندفعها هي الديون أو الفوائد عفوا على الديون التي نأخذها من البنك الدولي، والتي قد تكون عالية، وبالمقابل هنالك تنازلات اقتصادية سياسية ومواقف سياسية نتيجة ذلك ومعروفة. ولكن على المواطن العادي كيف يؤثر إفلاس دولة ما على حياته ومعيشته مدخراته أيضا؟ قد تكون النتيجة الأولى لإفلاس أي دولة هو انهيار قيمة عملتها. طبعا انهيار قيمة العملة يعني بطبيعة الحال تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين. يعني بطبيعة الحال عدم قدرة الشركات والمؤسسات على مواصلة عملها بالطريقة التي تعمل بها، مما يضطرها إلى صرف قسم كبير من موظفيها أو حتى تخفيض رواتبهم بنسبة 50%، وتعجز بالتالي عن تأمين الاستيراد من الخارج، لأن في حالات الإفلاس تأخذ المصاري وتأخذ الدولة احتياطات قد تكون تقيد رأس المال وتمنع الحوالات المصرفية وتحديدا بالعملات الأجنبية، حتى أن بحالات الإفلاس تقفل المصارف بشكل أساسي. هذا الأمر يؤثر، يرفع نسبة البطالة بشكل كبير جدا في صفوف المواطنين، يجعلهم عاطلين عن العمل، يجعل القيمة الشرائية ليست ذا معنى. نذكر بحالات إفلاس قد تكون في بعد الحرب، يعني بفترة الثلاثينات بالكساد الكبير، أنهم كانوا يعبئون الأموال في سلة، وعندما يصلون عند التاجر يفرغ الأموال ويأخذ السلة، أي أن تصبح قيمة السلعة كمادة أكثر بكثير من الأموال، وتصبح الأموال بلا شيء، ورقة ليست لها قيمة. هذا إذا كان الإفلاس متطرف جدا. أما بحالات معينة فإن العملة تنخفض قيمتها، ولكن ليس إلى هذا الحد كما حصل في الكثير من الدول، أو قد يحصل طبعا بالعديد من الدول. طبعا قدرة المواطنين الشرائية تنعدم في المرة، ويعني فقر واهتزازات أمنية وإلى ما هنالك. إن شاء الله ما نوصل للإفلاس، مع أن الواقع غير يعني مطمئن كثيرا. إذا ما أخذنا اليوناني اللي أعطيته مثل، اليونان طبعا كانت على شفير الإفلاس، ولكن في المقابل يعني هالدول الكبرى إلى مصلحة بأنه تدين اليونان، لأنه في مجال لاسترداد هذه الأموال. يعني السياحة مثلا في اليونان مزدهرة،
ولكن لبنان هنا خوفنا بأن لا يتم إقراضه، لأن بالنسبة للدول الكبرى ما في مجال للاسترداد. صندوق النقد الدولي إذا ما كان هو المخلص في هذا المجال، هو يعطي في هذه الحالات قروضا، ما هي المعايير التي يتبعها لكي يوافق على قروض بلد على شفير الإفلاس؟ صندوق النقد الدولي بطبيعة الحال ليس مؤسسة خيرية، إنها طبعا مؤسسة مالية عالمية تتصف بالقساوة، قاسية جدا وسياسية بالدرجة الأولى، هو تابع سياسي بطبيعة الحال، وإجراءاته وطلباته الاقتصادية قاسية جدا تكون على الدول وليست في مصلحة المواطنين والطبقات الفقيرة. صندوق النقد الدولي للعلم رفض في أكثر من مكان تمويل إفلاس أي دولة من الدول. الأرجنتين التي سبق أن تكلمنا عنها رفض صندوق النقد الدولي مساعدتها، على العكس روسيا التي مدها بال92 ب11 مليار دولار. طبعا صندوق النقد الدولي يفرض شروطه على الدول، يدرس الحالة الاقتصادية للدولة، ما هي ظروفها، حجم القطاع العام، حجم القطاع الخاص، سعر العملة، وإلى ما هنالك من 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 دراسات ومعطيات اقتصادية يحللها ويفرض شروطه. بما أننا تكلمنا عن وضع لبنان، قبل 3 أو 4 أشهر كان صندوق الدولي أو بعثت صندوق النقد الدولي في لبنان، وقد طلبوا صراحة بزيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين، بتحرير سعر صرف العملة الوطنية الذي يكلف الاقتصاد اللبناني مبالغ هائلة لدعم والمحافظة على سعر 1515. ولكن خالد، يعني هنا التعويل الآن بالمرحلة المقبلة على سادر، بما أنه هو المنقذ الأساس للبنان، هنالك تعويل، ولكن البنك الدولي لا يطلب أعتقد مباشرة بأنه نزيد 5000 على هذه دولي. توصيات ربما تأتي، توصيات أكيد تأتي من لبنان لفرض ضرائب جديدة، واللي هي أساس الأزمة صحيح التي نعيشها صحيح الآن. سريعا لو سمحت، كل المؤشرات التي تحدثت عنها منذ قليل، إن كان من إقفال المصارف صحيح، وإن كان من انخفاض قيمة العملة الوطنية و كلها تحصل الآن بلبنان، كلها مؤشرات تحصل الآن. إيقاف القروض السكنية، إيقاف القروض السكنية منذ فترة صحيح، منذ أكثر من سنة أيضا. ما على الدولة الآن؟ هل عليها أن تعلن حالة طوارئ اقتصادية مثلا؟ حالة الطوارئ الاقتصادية قد تزيد المشكلة وتفاقمها وتبث الرعب في كافة البلد، في كافة أنحاء البلد، وقد تكون مضاعفاتها سلبية أكثر بكثير من عدم إعلانها. هناك وجهتين نظر في لبنان، وجهة نظر متفائلة ووجهة نظر غير متفائلة. وجهة نظر متفائلة تقول بأن الدين العام اللبناني محمول داخليا وحتى لو كان بالعملة الأجنبية، أي إذا قلنا 86.5 مليار دولار، هناك 54 مليار دولار بالعملة اللبنانية، تستطيع الدولة طباعة هذه العملة اللبنانية وتمويل نفقاتها حتى لو أدى هذا الأمر إلى تضخم. بالمقابل هناك في 32.5 مليار دولار هي قروض بالعملة الأجنبية، يحمل معظمها مصرف لبنان، وهي عبارة عن سندات خزينة، وبالتالي مصرف لبنان هو الدولة، وليس من مصلحته أن تسقط الدولة لأنه يسقط كل هذا النظام، وبالتالي سيعمد مصرف لبنان إلى جدولة هذه الديون وإطالة مدها وتخفيض فوائدها. مصرف لبنان على لسان الحاكم قال من يومين أنه سيؤمن دفعة آخر تشرين الثاني بقيمة 1.5 مليار دولار من احتياطه الخاص الذي يقول انه 32.5 مليار دولار. هنا ياتي الاحتمال الأسوأ. هنا ياتي الاحتمال الأسوأ، والذي يقول بحسب وكالات التصنيف الدوليه فيتش ومودس تحديدا بان احتياطي مصرف لبنان هو بين 5 و10 مليار دولار ماكسيموم، وبالتالي فان فوائد الديون التي تكلمنا عنها والتي تبلغ سنويا بعتقد بحوالي 6 مليار دولار بلبنان، والتي تستحق الدفعه التاليه في شباط 2020، قد يكون مصرف لبنان عاجز عن تمويلها في ظل تدخله لدعم سعر صرف الليرة وتمويل عجز ميزان المدفوعات وتمويل نفقات الدولة. وهنا يأتي الخطورة، في حال عجزنا عن دفع أو عن سداد قروضنا أو فوائد قروضنا. هنا هذا هو مكمن الخطأ. خالد أبو شقرة المبتسم دائما، متفائل أم غير متفائل؟ رغم الأوضاع، رغم الأوضاع الصعبة، متفائل أم لا؟ بنقول ان شاء الله خير، اكيد الله. يعني ما حدا بيتمنى هذه نوصل لهذه المرحله بلبنان صح. اليوم اكيد مثل ما كل صار بيعرف بانه التعويل هو قد يكون ليس اقتصاديا انما سياسيا. اليوم الدعم الى لبنان بحال وجود حكومه تلبي مطالب الداخل اللبناني، ترضي الشارع اللبناني، قد يؤمن له عوده سادر 11 مليار دولار من سادر، قد يؤمن له عوده الودائع التي وعد بان توضع في مصرف لبنان، وبالتالي خلق مناخ من الثقه. دعني بس اشير الى نقطه مهمه جدا، أن الاقتصاد يبنى فقط على الثقة، لا شيء غير الثقة. طبعا. العمل المصرفي يبنى على الثقة، الاقتصاد يبنى على الثقة، التصنيفات الدولية، كل شيء بطبيعة الحال تبنى على الثقة. إن لم يكن هناك ثقة لم يكن هناك اقتصاد. علينا أن نبني هذه الثقة في لبنان.
والتفاؤل جزء من الحل. الصحفي الاقتصادي خالد أبو الشقرة، شكرا لك. شكرا.